طبيعي الرواتب راح تزيد لشريحه معينه من المجتمع، راح يصير تسحب على المواد الغذائيه، لان المواد الغذائيه اسعارها خياليه، وناس يعني اكثر المواطنين طبقات عندنا هواي معدومه، ناس فقراء، رواتب ماكو، عمل ماكو، شغل ماكو، يعني بطاله كلش بالعراق قويه، وناس شرائح ثلاث ارباع الشعب العراقي متضرر يعني من هذا الوضع السيء. العالم يصير عندها سيوله ماليه، لا يصير مشتري، سوق يتحرك، شوف السوق فارغ، هذا مو وقت هيك السوق فارغ. يعني كان بالصيف السوق ما يوقف نهائيا. يعني هسه الوضعيه كلش تعبانه، والسوق كلش تعبان، بل كانت تتحسن السوق، لان العالم وبالراتب 200 شوي يصحى يقول العالم تقوم تشتري، يصير عندها سيوله ماليه، يعني نوعا ما يتحرك السوق. قانون الامن الغذائي منقسم الشعب العراقي الى قسمين، لان هو حقيقه مبهم هذا القانون لحد هذه اللحظه، يمكن كمواطنين احنا ما نعرفه، لان بعده توجهات، منهم من يقول بفائده كبيره للشعب العراقي من حيث شراء الطاقة الكهربائية اللي بذمة وزارة الكهرباء ديون كثيرة حسب ما يقال، ومنهم يقول أنه سوف يتم نفاذ المواد الغذائية للشهر السابع، وكذلك يعني رواتب المحاضرين وتعيينات وما شابه ذلك، ومنهم من يقول الجزء الثاني يقول أنه تعتبر أكبر سرقة في تاريخ العراق. يعني إحنا كمواطنين يعني حالة مبهمة، يعني ما نعرف أنه الوضعية اللي يسن فيها القانون أو مفردات القانون أو كيف سوف يتم صرف هذه المبالغ. قرار ما راح يغير شيء أبدا، راح يدخلنا بأزمة جديدة اللي هي أزمة يعني أزمة غذائية، الأزمة الغذائية هي باقية، ما راح يتغير شيء بالحصة التموينية، ما راح يتغير شيء بالكهرباء، ما راح يتغير شيء حتى على مستوى الخريجين اللي ألف درجة. إحنا عندنا جيش من العاطلين للخريجين بيزداد أكثر من 10,000 خريج، الآن راح يعينون عندنا 1,000، وبالنتيجة راح يكون 9,000، راح 9,000 راح ينزل للشارع، وراح تتولد لنا أزمة جديدة، أزمة مظاهرات مثل ما كان عندنا المحاضرين والإداريين يقطعون الشوارع ويحرقون الإطارات. يعني أنا أشوف أنه أغلب المواطنين اللي أعرفهم متشائمين من هذا القانون، لأن ما شفنا أي قانون خدم المواطن من 2003 لحد الآن، من 2005 سنة والدستور والحد الآن كل شيء ما شفنا من النفط. يعني بالدستور سنة وإنه الكل مواطن عراقي حصة من النفط، الحد الآن وينها؟ كل شيء ما شفنا من حصة النفط.